بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي. إن شاء الله راح نتكلم ونستعرض بعض الوظائف وتركيب العضيات الخلوية، وراح نتكلم عن الشبكة الأندوبلازمية. طبعا تعتبر الشبكة الأندوبلازمية نوع من أنواع العضيات، تعتبر شبكة التركيب عبارة عن شبكة تتكون من السيتوبلازما زائد الخلايا زائد الأندوبلازمية الملساء. وظيفة الشبكة الأندوبلازمية الملساء تشترك في إنتاج نوع من أنواع المواد اسمها C A R. هذه المواد قادرة على أنها تحتوي على أمور كبيرة جدا في الغلاف، لدرجة أنها تخليها قوية وملساء، وممكن أنها تكون مرنة في نفس الوقت، المرونة نفسها تستخدم المرونة في الحركة، وقوة في الدخول الأشياء بين القسم الأول من الغلاف والقسم الثاني بين المواد البروتينية التي تدخل التي تمر داخل وتحوط داخل النواة.